تواصل مراكز التطعيم في مملكة البحرين استقبال المسجلين وكبار السن لتلقي لقاحات فيروس كورونا وسط كثيف من قبل المواطنين والمقيمين وقد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الثلاثاء خمسمائة وألفين وأربعين شخصا فيما حصل مئتان وثلاثة وخمسون ألفا وثمانية أشخاص على الجرعة الثانية من التطعيم